السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شاهدتكم تمام. مقطع اليوم راح نتكلم سلبيات التحديث الجديد ومطور يقدم انتس اللايك والاشتراك، وخلونا نبدأ. في السابق كان اول تحصل الابطال عن طريق الحظ بالصناديق، فهذا التحديث شال الصناديق وضافوا ميزة جديدة انك تحصل الابطال عن طريق الارصدة. الحين صار سهل تحصل البطل بكل سهولة، ان كان من دلتا اسطوري او كان دلتا خرافي او كان متلون واستثنائي، وكل الندرات تدخل الحصان بكل سهولة. لكن المشكلة ان طريقة حصول على الذهب والارصدة ونقاط القوة صار مرة صعب، يعني صار هذا الارصدة والنقاط القوة والذهب صار اهم الجواهر بكثير. ما في اي حل اخر سوى انك تحصل من مسار كؤوس او تحصل من متجر او انك تحصل من براول باس، ما في اي حل ثاني. وياليت بعده يكون يعني الجوائز مرة كثير، يعني من تحصل من مسار كؤوس او من البراول باس. المقصد ما تكلم عن براول باس بدايته نهايته، نحن بدينا في المنتصف براول باس نزل التحديث، يعني مستلمين كل الجوائز من براول باس. الحين ما يبقى سوى اخر مسار من براول باس، هذا اللي يجمع 500 قرص يعطوه الجوائز كالتالي: 145 ذهب، ما ادري مفترض يزيدوا اكثر يحطوه تقريبا 200 او 300، لانه تخلص واحد تحصل جوائز ما يكفي، لان حرفيا الدوحين كله يعتمد على الذهب. وايضا عندك الارصيده يعني نوعا ما مو عليك الدرجه، هو اساسا يعني تقدر تسحب ابطال من مسار الكؤوس يعني من بدايه النهايه. وايضا عندنا اخر شيء النقاط القوه. نقاط القوه انا افضل ان يستبعدوها، لان الاضافه مره رخيصه ما لها داعي، يعني لو افضل احطه الذهب افضل عن انه، وعلى يا ريتهم انه حاطين مثلا تجمع لنهايه مثل ما تجمع الذهب والجواهر والنقد نقوب، حاطين لك حد الاقصى 4000. ليش يعني؟ هل يعني هو مثلا اكسير ولا ذهب من كلاش اوف كلانس ولا ايش بالضبط؟ تسوي خزنه وترقي؟ يعني ايش هذا الاضافات المخيسه حد الحين ضفوه؟ يعني كان اول انا احس اشوف لو رجع الصناديق افضل ان اشيله هذا، ما اريده. طريقه حصول الابطال سهل، لكن ترقيه الابطال من كسم صار صعب. الحين المشكله اللي قهرني اكثر ان الحين ما تقدر تحصل لا قدره ولا تقدر تحصل جهاز ولا ايضا تقدر تحصل العتاد. هو كان اول تحصل بس كان افضل، والعتاد الحين عندنا صار افضل من عند جمع اللاك، لكن الجهاز والقدره صار مره صعب. يعني القدره قيمته 2000 والجهاز صار 2000، ومن غير العتاد اللي اذا كنت بودك تشترين كاملا راح يكلفك تقريبا 5000، اذا كان موجود مع عمل الاستثناء والخرافي هذا العتاد الجديد راح يكلفك تقريبا اكثر، يعني تقريبا 6500، او الثاني راح يكلفك تقريبا 7000. شوف من ناحية الصناديق قاعد مستحيل اظن يرجع، انا خلاص لما سوي توديع وودعوه بيسوي ان شاء الله في المستقبل راح يكون في حلول، بس اكلنا في اشياء كثيرة لازم عدلوها الحين قبل لا ينزل موسم جديد. نهاية البراول باس لازم اعدل، يعني ما راح يكفيك عليك الكمية، مثلا تخلص تفتح بعد الصندوق الاول بالحصرة تحصل فيه اشياء كثيرة. اول شيء مضاعفة الاقراص الحين شالوه، ما تحصل نهائيا مضاعفة اقراص. من هين تجيبه؟ من متجر فقط، يا يعني انك تشتري بالجواهر يا يعني انك تحصله من العرض وتشتري، نفس الموضوع ما انا فرق بينهم، بس انك تقدر تشتري بالجواهر وهنا تقدر تشتري بالدولارات. وايضا ننسى موضوع الارصدة المتلونة، هذا راح يكون صعب لاشخاص مبتدئين في اللعبة، يعني تخيل راح يحصل فقط بطل واحد متلون كل موسم. عادي اذا هو محظوظ راح يحصل مثلا جاء عرض واشتراه من متجر، عادك محظوظ وراح يقلع يشتري بطل اللي بعده. عندك جاي سيرج وكوريت وهكذا لو، وعندك روفس، وايضا عندك بير، هذا الابطال كلهم يعني راح يقدر يشتري بكل سهولة. لكن اذا كان واحد لا يقدر مطفر لا يقدر يشتري ولا يشحن ولا شيء، هذاك راح يكلفه اعتقد سنوات عليه ما يفتح كل الابطال. انا حرفيا فقط حصل من براول باس سوى 500 ارصدة متلونة، يعني ما في غير انك اذا كان في مثلا تحدي ما ادري ما نعرف كثير عن الارصدة المتلونة، راح تحصل فقط من المتجر. اذا كان في هدية راح يعطيك اياه مثل ما اعطيوني اياه اليوم الثالث او اليوم الثاني، اعطينا ارصدة متلونة، او انك فقط تحصل من براول باس 500 لا اكثر، وراح يكون مرة صعب يعني تحصل ابطال متلونين. يعني كان الابطال الاسطوري كان مره صعب، الحين لا، صار ابطال الاسطوري سهل، والحين صار ابطال متلونين مره صعب تحصلها، لان الرسيده مالهم خاصه متلونه، يعني ما تقدر تحصل بكل سهوله. هو ما في حل اخر سوى انهم لو يحطوا نهايه براول باس يحطوا على الاقل 5 حبات، راح يكون مره كويس ومناسب بنفس الوقت. يعني بلا انك تحصل ابطال متلونين بشكل سهوله راح يكون شوي معقد صعب، يعني بدل الحين صار اصعب بكثير تقدر تحصلها. وايضا انا ننسى الارصيده والشهره، هذه الاضافات يعني لا باس فيهن،
بس من ناحية ان الارصيدة ليش مثلا اذا كان حصل الابطال ما يتجمعن، ليش يروحن حال الشهرة؟ انا مثلا ما بدي ان يروحن حال الشهرة، ابغى يجمعن عشان حال البطل الجديد او البطل القادم. باقي يقولك الارصيدة لا غصبا عنك يروح حال الشهرة. حاليا ما في اي حد يجمعن الا من مسار كؤوس تخليهن تجمعن عشان حال البطل القادم، او من براول باس تنضر تقريبا كان موسمين على يكون موسم اخير تفتحهن عشان يكون حال البطل القادم. هذا حرفيا الحين راح يكون شيء صعب. كان اول تمكس الحساب يبغالك فقط من 3 سنوات الى 4 سنوات، اما الحين اعتقد راح يكلفك 6 سنوات او 7 سنوات عم تمكس حساب بدون تشحن بالدولارات جواهر او انك تشحن عروض، هذا راح يكلفك اقل، يعني مثلا قول 3 سنوات. لكن اذا كان مطفر ما تقدر تشحن هذا تقريبا راح يكلفك 7 سنوات، يمكن بعد راح يكون اكثر اذا كان اللعبة استمرت على هذا الحال مع عدت اشياء مثلا اضافة الارصدة المتلونة او ان الارصدة الزرقاء هذه الارصدة العادية الجمعان. اذا ما ضاف هذا الميزتين صدقني اللعبة راح تكون مملة، وايضا الاغلب اللاعبين راح يعتزل اللعبة بسبب هذه الميزة الرخيصة. هو لا بس من ناحية التحديث مرة يعني ما بقولكم يعني سيء جدا، لا بس فيه تال الحين حظوظ راح يكون سهل اللاعب ان يحصل بطل بكل سهولة، حتى الحين نرد الستوري قد حصل بكل سهولة، بس فقط المواي مطلوب منك تجمع الارصدة والابطال المتلونين راح شوية تواجه صعوبة. اذا الشركة ما عدت هالاشياء مثل ما قتور الاغلب راح يعتزل اللعب بسبب هالمشاكل. انا حاليا مطفر، اول شيء عندي مال الاتحاد كنت اول اجمع من 900 الى 2000 3000، ويوم اول ما ينزل بطل جديد اعطيه رقي على طول، اما الحين لا، حتى كما تلاحظون عندي 5 حبات ان شاء الله التعويض في المستقبل. وايضا عندك الذهب الله لا يورينا منه، وعندك ايضا رصيدة يروح هالشهرة ما مستيل منه ولا شيء. انا اساسا تو الحين من ما قدرت اجمع لان حالي محتاج ذهب ومنها الارصيدة محتاج لهن علشان نحل بطل قادم. وايضا نقاط القوة ما ادري ايش فايدته اساسا ما ضيوف في اللعبة عشان ترقية البطل زيشيله وخلاص وحيته كله يعتمد الذهب. وايضا عندك نقاط النجوم الحين ما ادري الفترة الاخيرة صار يعني صعب تحصل عليه والارصدة، ولكن ان شاء الله راح نشوف مستقبل ما نحكم بالتحديث من الحين. شوف انا حاليا ماني قربت مثلا سويت حساب جديد وبغيت افتح بطل، انا حرفيا حسابي الحين اول ما نزل التحديث على طول فتحت البطل الاسطوري والبطل جراي، يعني ما عندي اي شيء قربت كيف تحصل ابطال. المهم كتبوا بالتعليقات هل يعني تشوف الحين نسبة حصول الابطال سهل ولا راح يكون كلفك واجد وقت. انا ما راح استبعد موضوع الابطال المتلونين، فقط الابطال من النادر الى اسطوري، البطل المتلون استبعد لا حد يذكر لي في التعليقات لان اعرف راح يكون شيء صعب وراح يكلفك وقت كثير عين ما تحصله الا في حال واحدة انك تشتري براول باس. وايضا هل يعني نشوف التحديث يستحق يكون افضل عن السابق ولا التحديث السابق يكون افضل. حبيت اتكلم عن سلبيه هالتحديث وبس. ما قبل شيء كامل فيديو لايك واشتراك ومع السلامه.